mama le bisko ya tigi shaduriya la engin fe munna wele se ya wai la fele se dolgi diga ai kiso ya maliga talo talo milina ye no me sume nanaru ne re nuila sahele asina munna wele ye ye tisana ya wato bato tamiyanura ye ye tisana سلام. أنا رشا شيخ الدين، فنانة سودانية مقيمة في أسبانيا، اليومين دول في مصر وهو دردشوا معايا شوية. أنا جيت مصر لأنه حصلت يعني كمية بتصدف كده مع بعض. عندي واحد صاحبي كاتب سوداني كان فرحه قبل يومين، جيت كنت أصلا معزومة للفرح. بعدين ابتدت الناس تقول لي، لانه في سودانيين كتير طبعا في القاهره، طب ما دام انت جاي ما تعملي حفله وكده. قلت والله صعبه لان انا جاي لوحدي ما معيش الفرقه يعني. بعد كده في واحد صاحبي كمان تشكيلي سوداني برضو عايش هنا في القاهره، فابتدت اساله لانه بيعرف ناس كتير وبيعرف مزيكاتيه كمان كتير. ابتدت اسالي انه في مين ممكن يشتغل معايا اذا انا حبيت اعمل حفله. فابتدى يفكر معايا مين عازفين سودانيين موجودين. قلت له لا مش ضروري سودانيين، انا كمان حابه لاني يعني متابعه في الفتره الاخيره دي، متابعه الشباب المصريين بيعملوا ايه والمزيكا اللي حاصله في مصر. فقلت له لا مش ضروري سودانيين، يعني شباب مصريين كمان حلوين معايا، لانه انا عاوز اعرف يعني حصل ايه في القاهره دلوقتي من ناحيه المزيكا يعني. المهم انا طلعت محظوظه، صاحبي معتز طلع بيعرف شباب عرفني بيهم، اتفقت معاهم حتى يعني ابتدينا نحضر الشغل قبل ما نوصل على القاهره. بعت لهم الاغاني واتكلمنا وبالايميلات والحاجات دي كلها، جهزنا الحاجات وجيت وعملنا بروفات 4 ايام كده. فهم الشباب في محمد سامي في الفيولين، وفي محمد صلاح في التشيلو، احمد عمر في البيز، وايمن مبروك في البركشن، وفي محمد لبيب كان معايا في الساكسفون. شباب ممتازين جدا وموهوبين وحلوين. بعض منهم بيشتغلوا في فرقه الدور الاول. انا سمعت حاجات من الفرقه عجبتني جدا، يعني عندهم ساوند بتاعهم هم بيخصهم جدا، وفي شخصيه مميزه انه بس مش يعني بيعملوا شرقي بس مش بس شرقي بس كلاسيكي او شرقي بمفاهيم تانية. المهم عجبوني وابتدينا نعمل الحاجه دي. الفكره كانت انه نعمل حفله نجرب بيها حاصل ايه وحنمشي مع بعض ازاي ونعمل حاجات ازاي، وبعدين نشوف ممكن يحصل ايه. دلوقتي المشروع انه يعني بعد شهرين كده انا ناويه ارجع تاني، هنعمل حفلات في القاهره وفي اسكندريه، وكمان في فكره تسجيل يعني مع الشباب دول في حاجات يعني. بعدين بعد ما جيت وعملنا الحفله وايام ما كنا بنعمل في البروفات ويوم الحفله، قابلت كمان ناس تانيين وعازفين تانيين وفنانين مصريين. يعني انا اتشرفت جدا. والمره دي انا جيت قبل كده مصر واشتغلت، بس يعني جيت مع فرقتي واغلبيه الجمهور كان سوداني، فهي دي المره اللي انا اقدر اقول اني يعني ابتديت افهم في حصل ايه في الساحه في مصر هنا. مزيكتي وصلت مصر من سنين اصلا. انا البومي الاول طلع في 97، وبعدين طلعت بعده واحد تاني في 2000. بعد سنة 2000 عملت كم حاجة بتاعت كولابوريشن يعني مع فنانين تانيين، ولا مثلا اغنيتين في ألبوم في كوليكشن بتاعت ارتست وكده. فأنا عارفة إنه في عندي جمهور في مصر من شباب، بس ما كنتش عارفة يعني قد إيه واندهشت. أنا انبسطت جدا في الحفلة بسبب إنه الجمهور الأساسي ما كانش سوداني، مش لاني مش عاوزة يكون سوداني، طبعا انا بغني للسودانيين ودول اهلي، بس الحكايه انه
انا دايما بيكون عندي رغبه انه الحاجه دي تكون مفتوحه لاي حد، وانا دي فكرتي كده، وان المزيكا هي كده، وهي لغه، لغه هي يعني. احنا محظوظين اللي بنشتغل في المزيكا انه بنتكلم اللغه الوحيده اللي مش عاوزه مترجم، مش عاوزه حاجه يعني من حد غير ودانه يعني. يمكن انا بتهيألي كده، لانه طبعا عارفه انه في السودان اليومين دول حاصله ثوره مبتدئه يعني، وان شاء الله تستمر، وان شاء الله نسقط النظام وكله ده يحصل. فانا بالنسبه لي كانت يعني، لانه في سودانيين كتير يعني في مصر، دي حاجه طبعا معروفه. وغير انه انا في الفيسبوك عندي اصحاب مصريين كتير من الشباب. ايام الثوره المصريه انا كنت متحمسه جدا، وكنت حاسه اني مصريه واني جزء من اللي كان بيحصل، وكنت بدخل المجموعات الشباب في الفيسبوك وكده. فعندي في الفيسبوك بتاعي كمان شباب مصريين كتير بيتابعوا القضيه السودانيه ومتابعين معانا اللي حصل اليومين دول. فاللحظه كانت حلوه، لاني انا مش قادره امشي السودان اليومين دول، وقتلاني الحكايه دي قتلاني. فخلاص قريبه جدا انا في مصر ومع اهلي ومع السودانيين ومع المصريين اللي يعرفوا السودان، واللي يعرفوا ايه اللي حصل في السودان. كمان طلعت من السودان يا دوبك كملت 20 سنه ورحت طالعه لاسبانيا. عندي كان اختي اميمه اكبر مني، كانت عايشه هناك بتدرس. وبعدين قبل بسنه كان راح اخويا اسمه الوافر، هو عواد يعني، هو موسيقي بيعزف عود واكورديون وحاجات كتير. المهم رحت اسبانيا ورحت بغرض الدراسه يعني، وفعلا ابتديت الدراسه. بس بسرعه ابتديت ادخل في المزيكا، لانه عن طريق الوافر اخويا يعني، هو قدمني لفرقتين انا اشتغلت معاهم. ولما ابتديت اشتغل في المزيكا كنت بعزف ايقاعات وبعمل كورس مع فنانه اسبانيه في ذاك الوقت يعني. بعدين شويه شويه انا والوافر اخويا عملنا فرقه صغيره كده للمزيكا السودانيه. وبعد كده شويه شويه انا ابتديت ادور، وهو الوافر غير انه بيعمل المزيكا السودانيه وكان بيشتغل معايا برضه، هو بيجرب وكان بيحاول مع الفلامينكو، وبيحب الشرقي جدا، بيشتغل شرقي حلو جدا الوافر، وموسيقى كمان من شرق اوروبا والجاز يعني، اكسبيرمنتنج مع الحاجات كلها. وانا كنت بحاول كمان بطريقتي اعمل. جت لحظه احنا سيبريت يعني، انفصلنا انا والوافر مش لاي سبب غير كده يعني، انه موسيقيا كنا عاوزين نمشي في اتجاهات مختلفه. فانا رحت صاحبت شباب، تعرفت عليهم شباب من عده بلاد في افريقيا، ويعني اكثر واحد فيهم استمر معايا في الصداقه، وبعدين هو عمل البومات وبقى معروف هو كمان، واحد اسمه بيدينتي. فكنا بنروح في حديقه عامه كبيره جدا في مدريد، كنا بنروحها ونشتغل ايقاعات ونعمل حاجات زي كده. وبعدين شويه شويه ابتدينا نغني في النايت كلوبس. وطبعا الموسيقى السودانيه موسيقى خماسيه مش موجوده في اماكن كتير يعني، الخماسي مش موجود في اماكن كتير، بس هو موجود وحلو وبيتسمع ومهضوم كمان. بس السودانيين دايما بيكون عندهم خوف انه الشعوب تانية ما تفهمش الموسيقى دي وتكون صعبه عليهم. وانا طول عمري بفكر انه لا، مش مظبوط، مش لازم، مش ممكن يكون مظبوط الكلام ده، لانه انا بسمع حاجات ناس تانيين وما عنديش مشكله، وبستمتع وبحبها وبفهمها وبحس انه بتعنيني يعني. فاحنا كخل يعني، ربنا ما عندناش الاختلاف ده كله، فمزيكتنا مش لازم تكون حاجه بالغرابه دي يعني. فرحت بحاول اجرب مع الناس، وكان واحده من الهواجس في راسي انه طب خلاص، لو في نظريه زي دي انا عارفها فاشله، نظريه فاشله بس قول يعني انها في، خلينا نشوف الناس التانيه دي بتسمعنا ازاي، بتحسنا ازاي، وتفهمنا موسيقيا طبعا ازاي. فكان همي انه اصلا ما كانش في سودانيين غيري انا والوافر يعني، اصلا حكايه انه يكون معايا مزيكاتيه سودانيين ما كانش فيه اصلا سكه يعني، وغير انه انا كنت رغبه في ان اجرب يعني. فابتديت اشوف افارقه، عرب، اسبان، لغايه ما عملت فرقه، ولغايه ما
اتعرض عليا اني اسجل وسجلت وكده. القصة إنه أنا كان واحد من همومي كمان، وأنا بحاول أنا كنت فعلا عندي هاجس اسمه ليه المزيكا السودانية، الموسيقى السودانية هي بس للسودانيين، دي ما أقدرش أفهمها، وليه الموسيقى السودانية هي واقفة كده في حتة مش قادرين نطلعها، دايما في أوضاع وضع ما بيخلينا واقفين كده في حتة مش قادرين نتحرك منها كتير. فده كان هاجس من الهواجس. فانا قلت طيب انا عاوز اعمل مزيكا سودانيه، انا سودانيه، انا مش يعني حكايه الفيوجن وفكره انه نخلط ده مع ده، الغرض منها مش ده نفسه، الغرض منها انه نطلع حاجه عندها معنى وتتسمع، عندها يعني عندها وزن، حاجه يعني ركوز. فطيب انا سودانيه مش هحاول، لاني لما عملت الالبوم الاول سودانيات كانت كلها اغاني تراديشنال وفولكلور وحاجات بتاعت ناس بس قديمه يعني وكده،
واشتغلت عليها بطريقتي انا، بفهمي انا، لانه نعمل توزيع ازاي ونحط فيها ايه وآلات ايه وكده، بس تكون سودانية، لازم تكون سودانية. وعملنا كده، الشريط ده كان عنده قبول حلو جدا، مش كده بس، كان نمبر 1 في اليوروبيان ليست للورد ميوزك في 97، اللي هي دي بتعملها مش عارفه اذاعه ايه في المانيا. هي كانت زي في اسبانيا في راديو تريس، يعني لايك شانل 3، دول بيتخصصوا موسيقات العالم كله، يعني افريقيا العربيه امريكا لاتين امريكا كل العالم. فكانوا بيحطوا الالبوم بتاعي كتير في السنه دي لما طلع. تقريبا حصلت في غمضة عين، بس انا اقول لك هي كانت صعبه قبل ما كل التجهيز للشريط وكل التجهيز، لانه انا عاوز اعمل ايه وانا مين وفي ايه وكل ده. بس بعدها طلع، لانه كمان الكلام ده كان 97، انا بقول لك في الوقت ده يعني في اسبانيا ما فيش هجره قد كده. والشركه اللي سجلت لي انا بعد، سجلت لي شباب كتير يعني موجودين في مدريد بافارقه يعني، وكانوا بيهتموا باللاتين امريكان ميوزك، لانه طبعا في علاقات بينها وبين اسبانيا قديمه. فجاه الراجل ده هو حضر لي حفله مره في نايت كلاب وعجبته الفكره، وهو كان بيفكر انه عاوز اصوات نسائيه من حته تانية يشوف يعني. فكلمني واتفقنا، بس انا قلت له طب انت هتنتظر، انا مش عارفه لسه، وانت هتستنى لانه الموضوع ده صعب، ولانه ما فيش سودانيين معايا غير الوافر، ولانه انا حتى اذا كان فيه مش عاوز اعمله كده بالشكل ده، فهاخد زمن بقى لما اعرف عاوزه ايه وكده. يعني تعبنا فيه شغل قبله. بعد كده كانت انه في خبر، لانه طالع شريط فعلا سوداني بس معمول في اسبانيا كله يعني، وفي عازفين اسبان يعني ما سمعوش في حياتهم حاجة اسمها موسيقى سودانية يعني، وعملوا الشريط ده وكان ممتاز يعني بتقييم المهتمين بقول يعني. فلما طلع في الميديا في اسبان بسرعة بسرعة انتشر. انا مش عارفة حصل ايه بعد كده، ما تسألينيش. الجالية السودانية في كل اسبانيا كده على بعضها يمكن ما يحصلوش 200 نفر، ويعني عايشين في حتات كتيره. انا غنيت للسودانيين قليل جدا بالمناسبه، يعني انا فنانه سودانيه بس يعني قليل غنيت للسودانيين، مش جدا بس بقصد اقل بكتير من غناية لناس تانيين، بس لانه هم، ما انا بغني، انا فنانه، انا بغني، انا مش انا مش عاوزه حد يجيب لي جوازه عشان يسمعني، لا انت تسمع وخلاص اذا حبيت. ما طبعا الهجرة كتير والميديا كمان والانترنت هو اللي وصل في السنين الأخيرة دي أكتر بصراحة، لأنه لما طلع الألبوم الأول وعمل كده ضجة، وأنا عمل يعني فيه، أنا عملت تور في أوروبا وعملت تور في أمريكا وأسبانيا كلها وكده يعني. الوقت ده كان في شوية ناس يعرفوا مثلا السودانيين اللي عايشين، لأنه الألبوم كان بيتباع في كل الأماكن يعني، في المحلات في الأسواق، فبيلاقوه، وكان في ناس بيستغربوا جدا انه ايه ده وكده، وبتسمع في الراديو كتير يعني، في الاذاعات الاوروبيه تسمع كتير الالبوم. فالناس بتاخده تبعته بقى لاهلها وتسجل وحاجات زي كده، انتشر بالشكل ده يعني. بصراحه احنا مشكلتنا احنا انه اصلا رايحين واحنا مش واثقين، رايحين واحنا خايفين وشاكين كده، ده مش مناسب ابدا ومش مظبوط ولا مش صحيح يعني. تروح لانك انت اهو، ما انت اهو في ايه يعني، دي حاجه نمبر 1. بس كمان مرات كمان ونروح واخدين في بالنا الفكره دي، ونروح بقى منفوشين جدا، احنا يعني احنا بقى سياده الحاجه، انتوا بقى احنا هنعلمكم. لا ما هي ولا دي ولا دي يا ابني، انت انا زيك، هو كل الفكره كده انه انا زيك، بتعلم منك بتعلمني، ده كل الموضوع. انا ما حدش قدم لي حاجه وقال لي تعالي واعملي وسوي وخدي هادي خدي ده، لا ما حدش عامل كده. انا كنت بعمل وشافوني وقالوا طب دي حاجه كويسه عاوزينها، ده كل اللي حصل يعني. انا ما روحتش حتى اقول خد اسمعوا دي عاوز اسجل ممكن تسجل، ما عملتش كده بصراحه. طيب انا يمكن اكون محظوظه كمان يعني، حصلت صدف زي دي، مش قصدي انه انت تقعد كمان وتنتظر يقولك لعندك، لا انت تعمل اللي عليك، تعمل اللي عليك بس.
وتكون عادي، تكون عادي، ما تفكرش في التاني كتير، فكر في نفسك بس. عملت شوية مش كتير عملت، بس آخر مرة عملت كانت تجربة مش حلوة، وقررت إني مش هعمل لغاية ما بتوع دول يروحوا بقى. لأنه يعني لما عملت الأول حفلة في السودان كانت بعد سنين طويلة جدا أنا برا السودان ما روحتش، وكانت عن طريق شركة خاصة يعني، هم اللي نظموا الحفلة. بعد كده رحت مع زمان السفر الأسبانية والسفر الألمانية وكده يعني، ما روحتش عملت حفلة أنا يعني نظمتها أنا، ولا في جهة رسمية عملت كده معايا، ولا عاوزة أنا. بس آخر مرة كان عندنا حفلة ومعايا حفلة بتاعتي أنا والوافر، ومعانا فنان إسباني بتاع فلامينكو معروف جدا وحلو جدا، شاب طالع يعني. رحنا عازمينه وراح معانا السودان نعمل شغل مع بعض، شغل حلو جدا ومجهزينه وتعبانين فيه وكل حاجة. وراح قالوا لازم ناخد يعني تصريح او حاجه كإذن يعني بانه نعمل الحفله. الاذن ده بيديه جهاز الامن في السودان، مش فاهم حاجه بس اوكي. راحوا ياخدوا الاذن، الشباب من السفاره راحوا ياخدوا الاذن للحفله. فقال لهم ايه رشا؟ لا خلاص مفيش، لا مش مستحيل، لانه انا كمان ما يعني انا مش بس بغني، انا ما بطلعش المسرح اغني بس، انا بتكلم مع الناس وانا بكون انا وبقول اللي في بالي، وممكن اعمل نكته وممكن اقول كلمتين، وممكن اذا الاغنيه فيها حاجه بتاعه سياسه اتكلم في الموضوع، المهم يعني بكلم الناس. فهم قالوا لا ما ينفعش دي ما تعملش حفله تاني خلاص لانها بتتكلم، او اذا حبت تعمل حفله تكتب لنا تعهد بانها مش هتتكلم في كده وفي كده وفي كده، يعني كم نقطه كده. واحدة منهم مش كم نقطة، واحدة أساسية إنه حكاية ضرب البنات اللي كانت مدورة في السودان، أنت عارفة مش كده؟ كانوا يضربوا البنات في الشارع عشان لابسين بنطلون ولا عشان معرفش إيه. فيعني كتبوني تعهد، أنا دي أول مرة في حياتي وفي عمري كله أنا أعمل يعني أوقع على ورقة زي كده عشان أغني. يا ناس في إيه؟ وعملتها لأنه كان في معانا ضيوف يعني من مش غنوة واحدة هي طول الوقت، هي مش حكاية أنه غنوة، هي أنا مفتكرة يوم بعينه في السودان، أول حفلة أنا عملها في السودان في حياتي يعني، وأنا أوريدي عاملة ألبومين ومسافرة الدنيا وعاملة يعني عملت حاجات كتيرة جدا وما غنتش في بلدي ولا مرة. أول مرة دي كانت حاجة ما بتتصدقش. لا هي دي كانت حاجة كده احنا عملناها قبل سنين انا وفنانتين اسبانيات، عملنا ألبوم مع بعض احنا الثلاثة، هي واحدة منهم في من شمال اسبانيا خالص، واحدة من الوسط من الاقليم اللي في مدريد، وانا وبعدين معانا كان شاب برضو من الشمال بس بتاع جيتار فلامينكو. فهي كانت خلطة اساسا غريبة من اولها يعني. بعدين اسبانيا نفسها هي في متعدده الثقافات فعلا يعني حكايه انه من الشمال ومن الوسط دي في فرق بين الاثنين في المزيكا وفي العادات وحاجات كتير، فكانت كانه ثلاث مناطق جغرافيه في حته واحده. والعامل المشترك الفلامينكو اللي هي احنا الثلاثه اللي بنغني ما عندناش علاقه بالفلامينكو كده مباشره يعني. فعملنا اغاني سودانيه واغاني من غاليسيا من الشمال ومن كاستيجا من الوسط وكده، ودي كانت واحدة منهم الأغنية من الشمال أسبانيا. فالأغنية بسيطة جدا، كلماتها بسيطة جدا بس فيها لحن ممكن تاخديه شرقي ممكن تاخديه غربي ممكن تاخديه محل مطرح ما انت عاوز، لأنه بسيط وسهل ويعني أقرب للفلات كده يعني. يس اوف كورس، طبعا اولهم الله يرحمه ابو داود. انا في الالبوم الاول سودانيات غنيت لابو داود، واي دايما بغني له يعني، دايما اذا بعمل حفله بغني له حاجه حاجتين على الاقل. فناني المفضل هو ده، احسن من غنى في السودان انا بالنسبه لي انا شخصيا، بس في غيره كتير يعني، مش ده انا بظن انه هو اثر في انا في غنايه يعني، بس انه بحب وبسمع مين في كتير كتير جدا. احنا
احنا بلد بالمناسبه فيه اصوات مش طبيعيه بقول لك، وعندنا كمان تنوع مش عادي، عندنا يعني تنوع الوان في الاصوات بتاعتنا مختلفه، والايقاعات والميلوديز وكل حاجه بقى. لا بس والله ما يهمنيش، هم اللي ضايع عليهم العالم العربي اللي ما يسمعش سوداني، راح عليهم. بقول لك كده ليه؟ يعني يمكن الاجابه شكلها ناشف، بس لانه ده هاجس عند السودانيين يا اخي، اللي ما بيس يعني انا اذا ما بسمعش المزيكا الفلانيه ده بيقول عني انا حاجه، ما بيقولش عن المزيكا الفلانيه، انه في عدم ثقه في يعني فكره راسخه انه مزيكتنا دي ما فيش حد هيفهمها. دول احنا السودانيين نعمل كده، بس العرب كمان يقولوا لك غريبه وما بقى. طب خلاص يعني ما هي المزيكا دي انا بقول زي السوق، يعني كلام خلينا كده بالبلد نقوله زي السوق، وانت واخد سلتك كده وراح تتسوق. انا عاوز اقول للسودانيين انه نحن في الطريق، ماشيين في الطريق، حنغير، لكن ناخد بالنا بعد كده هيحصل شنو ونروق بالنا، لانه انا شايفه في السنين الاخيره دي في حاجات كثيره حاصله لنا نحن كسودانيين مع بعض، عنصريه وجهويه وقبليه وحاجات ما كانت كده بالقبح ده. يعني دي حاجه الثانيه ممكن نتفق، ممكن نعمل حاجات كثيره، ممكن نصلح البلد ده، بس نكون مصدقين. والرساله الثانيه ل علويه بنتي انه عملت الواجب النهارده